ليمونة ليمونة قصوا بيان مجنونة بنات البنات صراصير البلاعات. صباح الخير. صباح الخير اجمل عيله في الدنيا. ايه ده احمد حسن وزينب وحشتونا جدا. طيب يا جماعه معانا النهارده ناس كتير وجيده. صباح الخير اخبارك ايه؟ صباح النور يا حبيبي. ايه القمر ده؟ يا اختي بطه ايه الخدود دي اللي بتاكل كتير الفتره الاخيره؟ ياسمين صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. ومعانا كمان سيده. ايه ده اكرامي هجره صباح هنا. الفل عليك يا انت. ايه ده انت ماسكه ده؟ انا الحمد لله رمز السلاح. صباح الخير يا مرتاح. صباح الفل رمز الوز. صباح الخير يا نمر. صباح الخير يا احمد بيه. دراني النهارده بلالين يا بلعان. طب يا جماعه لو انتم من التيم بتاعي وصلوا الفيديو دوت ل 150 الف لايك. انما انتم لو من تيم زينب وصلوا الفيديو دوت 300 الف لايك وهنشوف ده تحدي بيني انا وزينب وهنشوف الفيديو دوت هيوصل لعدد لايكات كام. لو وصل ل 150 يبقى انا تيمي اقوى من تيم زينب. لو وصل 300 الف لايك يبقى تيم زينب اقوى من تيمي. وعارفين طبعا احنا دايما بنكسب صح؟ لا 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 يا حبيبي انا اللي بكسب. طب دراني انا اللي هكسب. بص كل مره افضل كده. هو المرتين اللي فاتوا مين اللي كسبان؟ انا. لا انا. خلاص انا اسف بس هنكسب المره دي والله. وانا بتحداه وهنكسب التحدي. ماشي يا جماعه. الناس دي مش موجوده النهارده من فراغ. مش موجوده من فراغ ليه؟ لان عارفين النهارده اللي احنا عاملين تحدي جامد جدا وعلى جايزه جامده جدا. عشان كده هم جايين وهو مطقم بنفس لون الجايزه تقريبا صح؟ الحمد لله. انت عارفه الناس دي متجمعه كلها عشان نعمل تحدي على ايه؟ على ايه؟ تخيلي. مش قادره اتخيل. على عربيتك الصفرا اللي هناك دي. يخرب بيت يا اخي. دول طبعا مبسوطين وفرحانين. اكرامي لو كسبت العربيه هتعمل فيها ايه؟ قسم بالله ما تشوفوني تاني. وانت يا فرداد هتعمل ايه؟ بالله هسافر بقى عمر الخليج. اصبري اصبري يا بابا. هتعمل ايه بيها؟ هطلع عم ابويا يعمل عمره وحج ان شاء الله واطلع على شرم الشيخ. وانت يا وجيه لو كسبت العربيه هتعمل فيها ايه؟ هبيعها واسافر بفلوسها. وانت؟ برضه هبيعها بس بقى ايه هعمل شوبينج كبير قوي الباقي احط وانت يا سيدة تعمل ايه؟ هبيعها واروح كوريا. طيب يا جماعة سيدة لو كسبت هتبيع العربية وبفلوسها هتقطع تذكرة لكوريا عشان تروح تتفرج على حفلة للبي تي اس صح؟ انا عايز اعرف اصلا انتوا واقفين فوق الكراسي بتعملوا ايه؟ بص يا باشا انا اول حاجة ربنا كرمني دي اول مرحلة طلعت فوق. دور بقى اللي تحت. بتعمل ايه؟ تحط رجل واحدة؟ كنت لسه هرش في رجلي انت خدت عليا فترة قريبة. في أي حاجة مضايقاك يا زينب؟ في أي حاجة مضايقاني؟ بجد قولي. طب ماشي على فكره وحياه ربنا لو حصل فيها حاجه انت تجيب لي واحده غيرها عادي. يعني ايه حصل فيها حاجه؟ هي هتتاخد يعني خلاص اللي هيكسب التحدي هياخد العربيه خالص. اه لا هتجيب لي واحده غيرها. طب بصوا يا جماعه عشان الموضوع بس يبقى فير زينب هتخش معاكم التحدي عشان تنافس على العربيه بتاعتها. الله يا حاجه بتاعتك هتخش عشان تنافس على عربيتي. انت مجنون. يا عم ما فيش الكلام ده. لا روح شوف عربيتك انت ولا دلوقتي احنا هنحرك العربيه من مكانها ونجيبها هنا في نص الجنينه عشان نبدا التحدي. والتحدي هيكون جامد جدا. التحدي هيكون عباره عن ايه؟ كلهم هيخشوا جوه العربيه واخر شخص يخرج من العربيه هو اللي هيكسب العربيه. بما انك انت الوحيد اللي في السته اللي بتعرف تسوق فانت اللي هتنقل العربيه من هناك للجنينه هنا لنص الجنينه. اوكي انجز مش فاضي اسوق. لا تقف لا تركنا في الجنينه ما تطلعش بيها بره. اوكي يلا تعملوا ايه باشا؟ لو الكرام بيعرف يسوق هوريك بقى السؤال اللي بجد. وانت بتعمل ايه؟ مسؤول. يا رب ارحمني. لو راجل تعالى ورا. طب مرتين لورا بس عشان هو داخل علينا. اعمل ايه؟ مرتين لورا. حد ساعدني. عربيه ايلي بتبيع منك على فكره. بس انا عايز اعرف حاجه بس. افتح لي كده الشباك بعد اذنك. انت لابس كمامه ليه؟ تعليمات السياره. تعليمات السياره ايه وانت حد معاك في العربيه؟ انت حد فين؟ انا مش لاقي حد مكانه فين. فبعدين انت جبتها لي الطريق. يلا يلا يا بنت تعالى قدام. خش عليا يلا تعالى تعالى بسرعه تعالى. انت خبطت ايه؟ خبطت ايه يا كرومي؟ اه خبطت ايه؟ هو الشجره اللي على شمالي. وانت بتعمل ايه؟ وانت من حد بتعمل ايه؟ خش 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 كمان كمان. يا طيب يا جماعه معانا اول ثلاث متسابقين مصطفى الدمرداش اكرامي هجرس محمد النمر. انتوا الثلاثه هتقعدوا في الكرسيين الاولانيين اتفقنا؟ ماشي. لا في الكرسيين الاولانيين في العربيه. اه اوكي في العربيه. ومعانا اربع اشخاص ثانيين وجيده زينب ياسمين سيده. انتوا الاربعه هتقعدوا في الكنبه اللي ورا. حرفيا اخر شخص هيخرج من العربيه هو اللي هيكسب العربيه. يلا يا جماعه اركبوا في اول كرسيين اتفضلوا. يلا اركبوا في اول كرسيين. يلا عاش اركب يا اكرامي. هوبا رجع في كرسي السواق. هوبا انا بقى اسيب الدركسيون ده حياتي. قفل بقى. هوبا هاخد حاجه ثلاثه هم ركبوا العربيه. يلا انتوا الاربعه في الكنبه اللي ورا بسرعه. يلا بسرعه خش كله كده يا جماعه ركب جوه العربيه. مرداش نمر الحمد
الله. ايه كرومي باين بشعره بس. ادي جوه زينب وجيده ياسمين سيده هنا برضو. في باب مفتوح هنا لازم يتقفل بعد اذنك. خشي. عايزكم يا جماعه تونسوا بعض كده هنا. احنا متونسين عليك. احنا على العربيه. جيت اكتشفوا العربيه. انا هفضل واخد وضع الحقنه ده كتير. يلا عيب الجو الرحله. يلا يلا انتوا كلكم يا جماعه متكونين جوه العربيه. احنا الشخص ينفع فيه جوه ده يدخل العربيه. زينة حاول تحافظ على العربيه وهو عايز يبيع منك. انا مش مسامحاك على البتاع ده. انت بتعمل ايه؟ طالما طالعين عربيه مرسيدس يبقى في نظارات يعني جو الساحل. يلا يا نمر. بقول لك عربيه واطيه. كده كده لسه صغيره ومتعلمه وعمرك ما هتطلعي رخصه. بص بكره ورا اجيب بي تي اس واتفرج عليه. ايه المنديش اللي انت عامله في نفسك؟ اقسم بالله رايحين رحله مصيف. تخيل ده مثلا يخدم العربيه. عيب والله يا رب جد لما بيزعل. بكره والله تشرب ايه يا كوم؟ مرسيدس. ايه دي؟ والله انا نمره حاطين عليها ورد. ده ايه نمره بس؟ دي بقى ورد. ماء ورد؟ انا ورد بس بقى حمامات. انا محصور. عايز ايه يعني؟ محصور عايز ادب ورد. زي الناس. والله انزل روح الحمام. اللي عايز ينزل ينزل اتفضل يا نمر. بس اللي بس دوس ستوب ولا دوس ستوب. انزل 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 وشك. لا وشك بيحور. انزل يلا والله هنكد. يلا يا باشا انزل. انا اللي فكرت اروح. يلا لا مش هنجمع على نفسي. عايز اطلع ريحه وحشه واخليهم كلهم ينزلوا. يلا ورا يا زينب. طيب خلينا انا قاعد كده على العربيه هنا وهم جوه بقى عمالين يضربوا في بعض. اللي يقدر ينزل التاني هو اللي هيكسب. واخر شخص هيكون موجود في العربيه هو اللي هيكسب العربيه. عايز اصير هجيب لك بيه. خش. خلي بالك انت شكلك غريب والله وانت من نص العربيه. انت عامل عارف ليه اللي هيتكلم وحط على الكنترول بس يعني انا قول لي عادي. اصحى يا ولا وانت وجيده. مش ناوي تنزلي؟ هات لنا اكل عشان انا هبات هنا النهارده. مفيش ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه. مش ناوي تنزلي يا ياسمين؟ ما اتفقناش على كده. محدش فيكم ينزل يعني؟ لا بص يا جماعه هنبتدي دلوقتي نلعب. ناكل بقى يا سنه. البنات البنات صراصير البلاعات. طيب يا جماعه طيب احنا قلبنا على مدرسه ابتدائي. هنسمع دلوقتي نشيد الولاد ونشيد البنات وهيبقى في تحدي ما بينهم من 5 ل 5 ونص وانا واقف بستناك وعلي عليك بتبص يا حبيبي وشايفك يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلفش بنات نقول له اهلا اهلا بالزوار شرفتونا نورت الدار ويلكم ويلكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف بلود كيف بلود؟ يعني ان زينب وجيده اخواتي كانوا عاملين زي مريال. كان شكلنا حلو. كنا بنلبس. لا كنا بص امي كانت بتعاملنا دايما ان احنا توأم. كانت بتعمل لنا ايه؟ كانت بتعمل لنا بلاش انت يا مراخيرو. ايه مراخيرو؟ لا اقول مننا. طب يا جماعه مبدئيا ادي اهي مراخير اهي. قلبي في الكوتشينه فين؟ اهو اتفرجوا فين قلبي في الكوتشينه بقى؟ ايه ده؟ في ايه؟ والله بقالي ساعه بس بتتوه بره شويه. قفشتك والله ما نزلت تنور في حته. والله انا نزلت. والله انا نزلت.
حاضر ثواني طفى بقول لك ايه لقيت مفتاح عربيتي مفتاح عربيتي كان معاك امبارح كان معاك امبارح زي العربيه بره مكسور بره العنز شو كان معقول اقفل الشارع بتاعه امبارح انت اللي قفلتها تعال بسرعه في عليها تعال بسرعه بص لي انت سبتها زي بسرعه امبارح اصلا ايه يا استاذ والله خدتني يا عم والله العظيم خدتني يا جدعان اقسم بالله ما ينفع مش محسوبة عيدها والله اوبا خدني راضي بقضائي وقدري بقول لك ايه زق يا مصطفى كسرها له يا اسطى خش فيه كسرها له خش فيه ايه اصبر يا عم انا بلاش مش عارف اعمل ازاي مش هينفع بص احمد واللي عايز تعمل في النمر ولا شيء دعوه باشا خلي بالك يا عربيه زينب مؤقته احنا اشعار اخر ممكن تبقى عربيتي في اي وقت ممكن لو عملت حد تاني عليها تحاول تخرج اي خسائر في العربيه زعل عايزك الموضوع بره والله عايزك الموضوع هطلعها وندخلها احنا جوه ايه رايك في الرشوه دي ماشي تعال لو خلصت سيده يلا بس انا بيني يا عم ياسمين الحقي بص جاي لي على ياسمين ايوه ياسمين ايه الكباب ده استنى عشان اجيبها ياسمين سيده اجيبها ياسمين طلعوكي قدام عشان يعرفوا يخرجوا يبقى احنا دلوقتي بس انا اروح دلوقتي هقنع وجيده وزينب بنتهم اخوات خرجوا يا سيدي صح انا وجيده انت وزينب انتوا الاثنين اخوات صح ومع بعض في اي حاجه صح ماشي يا سيدي خرجوا يا سيدي يلا لا ما يختلوا برضه لا خرجوها هقول لكم حاجه لو انتوا ما خرجتوهاش هي هتخرجكم هتخرجكم لا انا كنت متفق مع ياسمين ان هي تخرجكم اصلا كمان شفنا برضه مع ياسمين روحها سيده بس وحطوا لا وهي اللي طلعت سيده قدام فحاولوا تخرجوها خرجوها بسرعه يلا خرجوها
انا هتبقى معاكم. يلا جوه. طب مبدئين يا جماعة طالما ياسين مش عايز تخرج انا اللي هاخد. مبدئين يا جماعه انتوا الاثنين اخوات صح؟ لا فواحده تضحي للثانيه وتخرج. ايه ده؟ انا عايز اقول لك ان زينب اصلا لما قفلت جايه النهارده كانت متضايقه. لما قفلت كانت نزلت سهل زي اوبا. خلي بالك يا اختك الصغيره قوي بس بتحكي عليك جامد. معلش لو هي هتجيلك في اختك الصغيره اترمت بره بمعرفه زينب عشان زينب تاخد العربيه وتضحك عليها. ايه ده؟ هفهمك حاجه لازم تخرجيها لان انت لو ما خرجتهاش انا هتخرج. وهتبقى انت ما استفدتش اي حاجه. يلا خرجيها. اسمعي الكلام. طب اقول لك حاجه، حد ظابط نازل للثانيه ويخرج. حد يتنازل للتاني ويخرج. اللي يبقى عم بينزل بس انا مش هنزلها وهي مش هتنزل. لا انزل اللي ينزل. هو الفكره في حاجه. عايز عربيتها هتضحي لوحدك. عمرها ما ضحي بعربيتها. هتضحي لوحدك وقلت لي؟ لا شفتي؟ قالت لا. شفتي لا. اتهدى عليها تروق وعيني. انت حبيبتي منهم ازاي؟ يا شفتي؟ قالت لا. مش عايز اسمع كلامهم. وجينا مبدئيا بس كده، لو ما حرفتيش دلوقتي هنزل لك ليه من فوق. وهدخله العربيه يقعد جنبي. فتخرجي يا نزل. طب يلا اكرمي يلا نزل ليو. ليو بسرعه. اهو اكرم راح يجيب لي. اكرم راح يجيب لي. اوبا عربيتك فضلت معاكي. شاطره يا حسين. انا كنت عارفه. الف مبروك يا زوزي. الله يبارك. عربيتك رجعت لك الحمد لله. الحمد لله. انا قلبي كان خلي بالك في حاجه. انا قعدت اوهم لك على بعض كلهم عشان العربيه تفضل لك في الاخر عشان ما تخسرهاش. حياتي. وهوبا الفائزه. الفائزه. الفائزه كمان. هوبا الفائزه اهي. العربيه تليق بيك. هي حبيبتي عربيتك اصلا والحمد لله فلت عربيتي بدل ما حد تاني كان ياخدها. انا عايز اقول لك اصلا لو حد من كرومي او النمر او المرداد خلى العربية دي ممكن تشوفيها تاني في حياتك. ولو وجيدة كان خريطك كانت قطعتها قطع غيار وبعتها. حظك ايه يا باشا بعد الهزيمة؟ قهر وحزن. حظك ايه بعد الهزيمة؟ على فكرة أنا ما كنتش هكسب بس هما اللي غدروا بيا وخلوني أخرج. يعني أنت كده مش هتكسبني. أنت قلت مش هكسب. لا على فكرة دمرداش وهما خرجوني. أنا كنت قاعدة في العربية. هما قريت لايف فوق بس عشان ما يجوش الكلام ده. هما حظك ايه بعد الهزيمة؟ أنا ليه يعني والله العظيم ليه هو اللي خلاكم العربيه دي موجوده لحد دلوقتي. انا كنت هاخدها وباعها قطع غيار. ايه بعد الرزيمه؟ الحمد لله ربنا رضاني بعربيه. طيب طيب خلاص كده ربنا رضاني الحمد لله. مبروك على الفوز. ايه بعد الرزيمه؟ الله يسامحك عشان اختك ما تعملش معايا كده. الله يسامحك. ايه بعد الرزيمه؟ ما هزمتش. ما تهزمتش اهو. اقسم بالله والله باشا تقل. طب كده يا جماعه يكون فيديو النهارده انتهى. الناس دي كلها خسرانه يا عيني. انا مش خسران. لا انت خسران. انت وانت كمان خسران. نهايه التحدي. وانت كمان خسران. مش نهايه التحدي. بدايه. طيب يا جماعه في تحديات كتير الفتره الجايه لينا كلنا وهنشوف بقى مين هيكسب التحديات دي. اول تحدي زينب كسبته والحمد لله حافظت على عربيتها. انا عايز اقول لكم ان التحدي اللي جاي هيكون على عربيه اكرام. طب يا جماعه لو الفيديو اتوصل 300000 لايك الراجل ده هيلعب على العربيه تحدي. ولو وصل 300000 لايك كمان هنا هيبقى اقوى من التيم بتاعي. لما نشوف بقى تقدروا توصلوه ولا لا. طب يا جماعه في نهايه الفيديو ما تنسوش تدوس اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديوهات ل 300000 لايك. بنحبكم جدا. ولا زي ما نقول لهم ايه؟ سلام.